ايش المشكله في اليوني ليفل بلان اللي تحط ليش هي ما يحكم لك انك بس على 10 ولا 5 او اليمين او اليسار، لكن المشكله في الخطه هذه كل ما مشينا في العمق كل ما نقصت ايش النسبه. You can go for the second line. حاليا هنا عندنا اول A B C D و E. عندي E انا في ليش في الرتبه السادس اخر شيء، اما A و B C و D ما اشتغلوا. عندي E تحت هناك شغال، E انا اخذ منه فقط اللي هي 2% بس، لكن D ياخذ من E هو مو شغال بس ياخذ من E 5%. هنا المشكله اللي في ايش في اليوني ليفل البلان، فيها اشكاليه انه كل ما مشينا في العمق كل ما قلل ايش النسبه. اوكي، وعندنا الخطه البريك اواي اللي هي ايش الخطه الانفصاليه. معظم الشركات يعني اكثر من 50 شركه شغال بالايش هو الخطه ليش الانفصاليه اللي هي بريك اواي بلان. يس كان يو باك فورورد فرست باك للبيت. ايوه الخطه ايش البريك اواي بلان عندك هنا اكثر الشركات شغالين فيها، برضو فيها مشكلة دحكين. فيستي جانا بشيء معين غير ايش الخطة هذه. الخطة هذه لو توصل انت ما يمديك تاخذ مكافأة الأداء الا اللي تحتك يكون ايش ماخذ 21%، يكون عندك شخصك تاخذ 21%. We will see it later on، حنشوفه قدام بعد السلاش هذا. Go ahead Mr. Vision next slash. طيب وجينا بفيستيج بلان يقول لك ايش tell some levels في بعض المستويات means نتبع ايش الخطه ايش المستوي ايش هو الانفصاليه بقى من شركات فيستيج. برضه في خطه هو ايش ماشي عليها بس، لكن الخطه اللي هو جاء فصل منها انه فيها ديس ادفانتج في الخطه الانفصاليه هذه، لانه في شيء تكون ما في جدول الفائده حنشوفه الحين حاليا، لانه في وصله معينه انك زي ما قلت لو ما جبت انت او اللي تحتك القائد اللي تحتك لو ما جاب 21% انت ما حتاخذ ايش هو علاوه القياده، لكن في الفيستيج كسر القاعده هذا جوجو اللي هو في خطه فيستيج. اوكي ايش هو البي في والبي في؟ البي في هو قيمه النقطه والبي في هي قيمه الاعمال. اوكي جوجو هذه اللي الشرح هذه حقت القديمه يمكن هذه نمشيها، لان عندك الفاست ستار هي ناخذ هنا 8% والفاست ستار اللي هي كان 11% اللي هذه هي الخطه القديمه فما نحتاج نشرح فيها كثير. Can you go for this one, this one because of the old one we will go for the new one. طيب yeah this is new one. Okay. You are asking about this one again. Yeah, you are asking about this one, this slide. This slide, because I said that's the old one, right? No, no. This is new one. It's updated one. Updated one. Yeah. The fast rate 8%, fast rate 1%, 4%. Okay, that's good. Okay, you updated. Okay, because I thought that that's the old one. Because I saw it doesn't mind. That's the old one. Okay. الاضافه في الشركه لما تنضم يبارك انت تفعل النقطه بايش ب 30 نقطه عشان تكون عضويا مفعله مدى الحياه عند من نقطه الى 540. وي هاف طيب عندك اوكي سوري ال 30 نقطه هي ليش تكون عضويتك مفعله مدى الحياه، وعندك عشان تكون فاست ستار تجيب نقطة أو حوالي 282 نقطة تكون أنت إيش مؤهل إيش النجم الستار. عشان توصل أنت برونز دايركتور اللي هي المدير يبقى أنت تكون عشان تكون مدير السريع يبقى لك 4500 نقطة تكون إيش هو أنت مدير إيش السريع. وعندنا في الـ LOB اللي هي إيش علاوة القيادة اللي هو دحين نتكلم عن علاوة القيادة الأولوبي اللي لازم تكون تحتك العضو مثلا القاعدة أو أول قاعدة اللي تحتك يكون نقاطه تكون 5625 هذا تكون أنت تأخذ منه مكافأة القيادة اللي هي 16%. وعندنا هنا عندك عشان تكون
دايركتر هو 2001. اذا كان تحتك دايركتر واحد حتكون انت تكون سيلفر اللي هي ايش النقاط حقك تكون 1801 هذا عشان التاهيل. لو تحتك مديرين علاوة التاهيل حقك تكون 1501. اذا كان تحتك اربعة علاوة التاهيل حقك تكون 1101. اذا كان تحتك خمسة هتكون 501. اذا كان تحتك ستة وما اكتر هتكون عندك بس 40 نقطة التاهيلة فقط تاهيلية. الشركة الحين يقول لك 60% هذا تكون رايح للموزع، اما 40% هو للشركة مثلا للمنتجات والعمال والريفر، لكن 60% من الاونس هو رايح ليش للموزع للعضو. اداك مثلا لو كان اشتروا ب100 هنا 100 روبية المشتريات ب100 روبية حتروح للموزع 36 روبية، واما الباقي حتكون للشركة عشان تكون للمشتريات والملتزمات ايش الشركة. يعني 60% هذا يكون للشركة. عندك اول شيء في الشركة يا يو كان موف تسكوين في الشركة عندنا 9 طرق دخل. عندك الربح الفوري اللي قلنا الربح الفوري، وعندك مكافأة الأداء، وعندك 4% اللي يوزع مكافأة المدير هذا يكون مرة واحدة للمدير الجديد، وعندك مكافأة القيادة اللي هي أوكي وي هاف مكافأة بناء الأعمال 14% ومكافأة القيادة 16% و5% مكافأة السفر، وعندك 5% هو ليش الصندوق السيارة، وعندك الهاوس فان اللي ايش 3%، وعندك علاوة ايش النخبة اللي هي حتكون 2%. طيب الشركة هنا يقول لك ايش عشان تبدأ في الشركة هذه ما يحتاج لها لا رسوم دفعية ولا شيء، بس انك انت تكون عضو مفعال لازم تكون عندك 30 نقطة عشان تكون عضو العضو فعال، ما يحتاج لك لا رسوم اشتراك ولا رسوم تجديد. وعندك عندهم سياسة ارجاع المنتج ايضا، سياسة ارجاع المنتج خلال قبل 30 يوم ان يمديك ترجع المنتج، وهم ياخذوا 10% حقت ايش الخدمه حقت الشركه فقط. في سياسه ارجاع المنتج هم ياخذ 10% من المنتجات فقط. يو كان موف عندك هنا قلنا اللي هي الربح الفوري اللي قلنا من 10 الى 20% هذا الربح الفوري، المنتجات تاخذها بسعر وتبيع هذا الربح الفوري اللي هي 10%. يس يو كان جو هيد. طيب عندنا هنا من نقطة إلى 599 نقطة هذا أنت 5% هذا مكافأة إيش الأداء من 600 إلى 2399 هذا 8% ومن 2400 إلى 5499 هذا 10% وعندك من 5500 هذا 11% اللي توصل رتبة إيش المدير. يبس يكمل. وعندك هنا التراكمية، احنا عندنا التراكمية في الشركة مثلا الشهر الاول اخذت ب 2000 نقطة، الشهر الثاني برضو لو اخذت 2000 نقطة حتكون تراكمية ل 2000 نقطة الاول و 2000 النقطة الحالية حتكون الى 4000 نقطة، انت حتوصل الى 10%، اول كان 8%، والشهر الثالث لو اخذت ب 2000 حتكون 6000 نقطة اللي وصلت المدير اللي هتكون 11%، واذا كان مدير فاست ان المدير السريع اللي هي 4500 نقطة. يعني كم هو عندك الفاست ستار هنا في فائدة النجم السريع، فائدتها ان ايش لو واحد اخذ اوكي فاست ستار حتكون 8% حتكون وصل ليش 8%، و هم حاطين ليفلز هي 600 مينس بي في، يعني تكون النقاط تكون 600 نقطة اساسا، هي حتكون حوالي 600 نقطة، و الريكوير هنا ريكوير مينس عشان توصل انت 8% يحتاج لك كم 600 نقطة، لكن عشان الفاست ستار طالب منك بس في الشهر واحد
لو جبت 282 نقطة في شهر واحد يوصلك إلى إيش؟ 8%، بدل ما تكون 600 نقطة هتكون بس 282 نقطة فقط عشان توصل إيش؟ النجم السريع. وعندك أيضا عندك إيش؟ you can back little bit. عندك أيضا هتاخد هنا 800 روبية، لكن هيجيك 67، هذا 67 ريال منتجات فري جيفت من الشركة. تكون انت لو في النجم السريع هتكون لك عندك 67 ريال، هذا هدية من الشركة. وعندك هنا اوكي ميزة الفاست ستار، لو عندك انت ثلاثة عملاء مثلا اوكي فاست ستار مثلا النجوم سريعة ثلاثة، انت هتاخذ منتجات ب 80 ريال، يدوك انت منتجات ب 80 ريال، وكل واحد تحتك هياخذ منتجات ب 40 ريال. الفاست ستار ياخذ منتجات حوالي ب 40، وانت هتاخذ منتجات ب 80 ريال. هذا لو عندك تحتك ثلاثة هم فاست ستار، انت هتاخذ منتجات ب 80، الشركة تديك منتجات ب 80 ريال. طيب اوكي، عشان نوصل احنا المدير السريع لازم يكون عندنا نشتغل عشان نقول لك ايش النورمال مينس اوكي بروسيجر، اجراءات بسيطه توصل الى ايش مدير برونزي، اجراءات بسيطه فقط اللي هو توصل الى 5500. ايش يحتاج لك؟ الريكوير انك انت تكون توصل ل 4500، المطلوب منك انت تجيب 16 عضو، والعضو هذا ال 16 يكونوا ايش يحققوا فاست ستار، انت اوتوماتيكلي توصل الى المدير. مثلا هم كلهم وصلوا الى ايش 8%، وانت هتوصل لايش للمدير البرونزي. لو جيت 16 في 282 نقطه هتوصل كل النقاط اللي هي 4512 نقطه، معناته هنا انت وصلت مدير في خلال شهر. طيب كيف احنا نضم الاعضاء يا عمق او افقي؟ كيف نضم الاعضاء؟ هنا يقول لك ايش اذا كان انت عندك شك في الشيء، if you have doubt just go ahead. تبقى هنا العمودي مثلا نقول عمق كده، انت وكل اللي تحتك مع جابه 100 نقطة. yes you can go ahead. توتال النقاط كلها كم؟ مجموعة النقاط اللي هي 700 نقطة. ال 700 نقطة هنا لازم نركز حاليا في واحنا شغالين عشان ما نحسب حسبة بعدين نكون نقول الشركة سوت شيء غلط وريفر، لأن الحسبة هذه لازم احنا نركز. شوف لو كان تحتك مساواة النسبة معك انت ما حتاخذ شيء، قلنا هو 8% وانت 8%، معناته هنا في يسموه شو الجاب، الحاجز بينك وبين اللي تحت هو اللي حياخذه. لازم نكون تركيزنا حاجز، يصير حاجز بينك وبينه 8% وهو 8%، فهو حياخذ كل شيء، انت ما حتاخذ الا من النقاط اللي عنده. شفنا هنا احنا مثلا انت اول واحد يدوب البوينت حقك، انت اخذت يدوب 11 ريال بس الحسبه حقك، لانه مجموعه النقاط كلها هتجيك 56 مينز بوينت فاليو، هي النقاط. مثلا قلنا ايش هو 700 نقطه في 8% هيجيك كم؟ 700 نقطة في 8% هيجيك 56 نقطة. فال 56 نقطة هتكون تنقص منها 48. يعني انت 48 هذا هيروح للتحت، انت عليك هتاخذ بس ال 8 اللي هتكون انت 8 في 28، انت بس هتاخذ 8 في النسبة، هتكون في 28 هيطلع لك انت 11 ريال فقط. You can move. إذا كان في doubt يمكن توقفوني just about this one. أما شوف اللي تحتك هو هياخد كم؟ عندك
هو 28 كم 48 ناقص 25 صار 30 23 نقطة. ال 23 نقطة هذا في 28 يساوي كم؟ يساوي 32. هو حياخذ 32 وانت الاب لاين حتاخذ 11 ريال. هذا الفرق، لانه هو تحت عنده ما في جاب بينهم، هو 8 واللي تحته كله 5%. It's clear. Move. اما اللي تحت دول كلهم حياخذوا هي الفرق حقهم اللي 5% حياخذوا كل واحد 6 ريال و9 هلله، كلهم عشان 5% حياخذ 6 ريال و9 هلله. Clear. اما لو نقول احنا نمشي من سعر برضه 700 نقطة، نفس الطريقه هناك، هناك الطريقه عمق عمودي وهنا ايش افقي، كالتالي 700 نقطه توتال. جو هيد. هنا 700 نقطه عندك، 700 نقطه 700 في 8 في 8% حيكون التوتال 56 نقطة. انت 56 نقطة عندك 56 في 18، لا احنا عندنا حناخذ اللي هي ايش، فالنسبة اللي تحت 28 احنا حسبتنا ب 28 لكن حسبة الهند اللي هي يكون 18. 56 في 28 اللي حتكون التوتال عندنا عشان بالريال يكون 77.8. هلا لا يقو ال 56، يقول 56 ناقص 30، ال 30 اللي توزع للمجموعة اللي تحت هتكون 56، ال 6 ناقص 30، ال 30 هتكون موزع للمجموعة اللي تحت، هتكون النقاط كلها كم؟ 26. 26 في 28 هتكون البونس حقك 36 ريال. هنا عندك داك افقي، احنا عمودي وافقي، فالحين هنا عندك البونس 36 وهناك عندك البونس 11 ريال. يب يخلقوا الحين نبقى نيجي نحسب. اوكي مثلا عندك الـ A 300 نقطة، B 1500، C 2000، D 2200، وعندك E 4000 و F 5000. مجموعة النقاط عندك مجموعة total means okay a team point، مجموعة النقاط اللي هي ايش 13000 في 11% okay في 100 يساوي 1650 نقطة point value، هذا عدد النقاط. You can move here. هذه مجموعة ال point. هنا can you go for the second slash so that means to be explained that's clear. Yeah okay. هنا عندك الحسبة، هنا عندك الانكم، لو كان انت اول شيء حتاخذ من الـ A 11% ناقص 5% اوكي عندك حتاخذ منه 6%، 6% يعني معناته 6% من كم؟ من 300 حتاخذ منه ايش 18 نقطة. الثاني عندك الـ B هي 11%، انت 11% لكن هو كم؟ بي 8%، 8% انت حتاخذ فرقك بينه وبين ال 11 كم؟ 3%، 3% من 1500 حتاخذ 45. عندك السي كذلك 8%، ال 8% فرق بين 11 3، فانت حتاخذ من 3% من ال 2000 اللي هي 60. برضك الدي برضه 8% حتاخذ 3% من ال 2000 و 200 حتاخذ منه انت فرق 3% اللي هي 66. وعندك الاي، الاي فرق بينك وبينه هو 10% وانت 11%، ما نعم حتاخذ منه بس 1%، 1% معناته انت حتاخذ 40 مينز نقطه. اما عندك الاف برضو 10% و10% ناقص 11 معناته 1%، حتاخذ 1% من اصل ال 5000 نقطة. لو جيت جمعت النقاط هذه كلها 18 و45 و60 و66 و40 و50، مجموعة النقاط كلها صارت كم؟ 279 نقطة. هذا النقاط اللي انت هتكون لك 279. لو قلنا ضربنا 279 في
28 حيطلع الناتج عليك اللي هي 387 ريال. هذا مجموعة البونس حق حيطلع 387 ريال. It's clear, just move on. طيب كيف احنا نضم الاعضاء؟ يا عمق يا ميز عمودي. هذا الخيار عندك وانت اللي تقرر. You can move. حتى الان انه ايش فيستيج جاب ايش بالخطة الانفصالية. جات بالخطة الانفصالية من اوكي. من هنا جات الفرق بينهم. الشركات التانية يقول لك لازم على الاقصى حد او الاقصى الحد الاقصى لازم يكون اللي تحتك مؤهل ب 21%. لو ما اهل ب 21% ما حيدوك ايش هو مكافاه القياده الشركات الثانيه. اما شركه فيستيج لا، الشركات الثانيه لازم يكون مؤهل بايش 21%. اما شركه فيستيج جاب ايش بخطه مختلفه. هنا الفرق بيننا وبينهم. اما في فيستيج اذا كان وصل 11% هو حيدوك ايش مكافاه القياده منه ايميديتلي. اول ما يوصل 11% العضو اللي تحتك يدوك المكافاه القياده من عنده. اما الشركات الثانيه لا، لازم يكون يوصل نسبه 21% بعد كده يدوك ايش علاوه القياده. لكن فيستيج شاف القاعده هذا كسره فجاب بقاعده جديده اللي هي مجرد ما يوصل 11% عضو تحتك انت ايش يدوك ايش علاوه القياده مكافاه القياده. جو هيد. هنا كمان النقطة إيش عشان تكون مؤهل ميس الديركتور البرونزي، عشان تكون أنت مؤهل في الديركتور البرونزي لابد من إنك إيش تكون نقاطك، مجموعة نقاطك هي لازم تكون 2001. يقول لك معظم الناس يخشوا في أخطاء هنا هو يوصل إيش ما 11% لكن النقاط حقه ما يوصل ايش 2001. لكن لو ما وصل 2001 ما مؤهل 2001 بإضافة ايش النقاطك الأربعين. إذا كان تحتك مدير النقاط حق المدير ما ينحسب لك هو أول بس، لكن عشان أول مرة توصل البرونز لازم تكون النقاط مجمل النقاط 2001. هذا استثناء تكون مرة واحدة فقط عشان تتأهل البرونز لازم النقاط تكون 2001. هذا لازم عشان تكون مؤهل ليش للبرونزي. Go ahead. Yeah. So you mentioned that first time qualification should be exclusive baby. You informed that one, right? هذا يقول لك هذا لأول مرة تؤهل للبرونز لابد أن النقاط تكون 2001. لازم 2001 اذا كان نقاطك 2001 اول مره توصل للبرونزي حتكون محسوب انك انت مؤهل، لكن لو ما وصل ما انت مؤهل. It's clear. Yes. عندك 4% هذه ايش هو ال 4% اللي هي مكافاه ايش؟ مكافأة المدير اللي هي الـ 4% اللي جات الحين. شوف الميزة في الـ 4% زمان you can move to the next one to explain them the more. أول كان 14% قالوا 14% كان توزع من برونز إلى دبل يونيفرسال كراون لين فوق كان يتوزع كده. البرونز ما يلقوا إلا الفتافيت بس، أول كان ما يلقوا شيء لانه انت هم اللي فوق عندهم تيم وعندهم يعني مجموعات تيم الدخل حقهم عالي والتيم حقهم مليانه. فهنا لو تجي للبرونز البرونز ما يلقى شيء، يلقى الفتافيت بس. حاليا الشركه غيرت السياسه ال 4% ما تتوزع الا بس للبرونز. السيلفر وفوق ما يلقوا شيء، السيلفر وفوق ما يلقوا شيء نهائيا، بس عندك البرونز حيتوزع الارباح حق الشركه ل 4% فقط للبرونز، سيلفر وفوق ما يلقوا شيء. هنا حيجيهم دخل عالي، زمان كان ما يجيهم شيء لكن حاليا بالمناسبه حاليا حتيجي دخل عالي انه هو بس توزع لبرونز فقط. يا يو كان موف. هنا الاوفرز وريفر عندك علاوة السفر اللي هو لازم يكون عندك عضو دايركتور تحتك والنقطة تكون مؤهل وانت نقطة التأهيل حقك اللي هي ايش 1801.
عشان تكون مؤهل ايش علاوة السفر انت من هنا سيلفر دايركتور اللي هي عندك علاوة السفر تكون 5%. يس يو كان موف. وهنا عندك ال هنا بزنس بيلدينج اللي ايش اوكي هتكون 14% اللي هي مكافاه بناء الاعمال. يا جست باك فرست اند ذن ويل باك هير. مكافاه الاعمال 14% اول كان ال 14% كان يوزع للكل. حاليا برضو دولي ادوكم شيء معين من سيلفر وانت طالع. يا جو فور ذا نيكست سلاش. من سيلفر وانت طالع دحين من سيلفر وانت طالع التوزيع من السيلفر 14% حيتقسم من السيلفر لين دبل مينس يونيفرسال كراون من السيلفر وانت طالع. لكن عندك من البرونزي ما له صلاح. البرونزي ما عنده شيء. من السيلفر وانت طالع حيتوزع ال 14%. اول قلنا ال 4% من برونزي وفقط ما يتوزع لغير. لكن ال 14% حتوزع من السيلفر لين الدبل يونيفرسال كراون. يعني على 14 حتوزع هنا برضو هم حيلقوا دخل عالي. ان اول كان البرونز كان معاه اول كان البرونز معاهم لا حاليا لا بس من السيلفر وانت طالع هذا ال 14% اللي هي مكافاه بناء الاعمال او الاعمال هذه تكون يتوزع من سيلفر لين فوق. اوكي يكمل. هذه نفس الخطه التسويقيه اللي نقول عليها الميك شور ليتس باك ذير اور اللي هي المدير عندك المدير الفضي هنا سيلفر السيلفر دايركت مدير الفضي اللي هي ايش حتكون عندك قلنا لو كان سيلفر يو هاف سيلفر اوكي يو هاف 1 يكون عندك عضو واحد تحتك وانت على التاهيلي حقك 1000 او يو موف تو ذا سكند وان ذس وان. اوكي عندك عشان تكون مدير السيلفر لازم يكون عضو تحتك وعندك فاول عندك 5% والثاني تكون تاخذ منه 4% عندك النقطه التاهيليه تكون ايش 1801 الجولد يكون تحتك 2 التاهيليه 1501 اذا كان ستار حتكون عندك 4 وعندك 1100 اذا كان مدير تاجي عام حتكون عندك ايش هو اول شيء مدير تاج مدير ماسي حتكون عندك 4 مدير تاجي حتكون عندك 5 مدير تاجي مزدوج عندك هي 6 بعد كده النقاط التاهيليه كلها حتكون 40 فقط من مدير تاجي وانت نازل النقاط التاهيليه حقك فقط اللي هي 40 نقطه فقط لا يحتاج لا غير. اخر شيء تاهيلي هو 501 بعد ال 501 ما عندك الا ايش نقاط ال 40 للتاهيل لك فقط. Go for the second slash. طيب هنا يبدو ان الخطه تكون ايش خطة نسميها ايش هو اليوني ليفل بلان اللي هي ايش الخطة ايش المستوية المعدودة او المستويات المعدودة اللي تجيب 10 200 whatever ما هي مشكلة but means there are yo back a little bit ارجع شويتين. اوكي هنا يوجد اختلاف بليش باليوني ليفل. يوني ليفل لو رحنا تحت خلاص احنا نعرف تحت النسبة حقنا تقل ما عاد في نسبة. لكن هنا في الخطة حقت فيستيج هنا غير الخطة just go for the second one. عندك مثلا الـ A مو مؤهل B مو مؤهل C مو مؤهل. المؤهل فين اللي هي فقط D D مؤهل. خطة الفيستيج غير الخطة الأولى حقت اليوني ليفل. دحين لو كان في اليوني ليفل انت ما حتاخذ من الـ D هذا شيء وعندك الـ A B C مو مؤهلين. لكن حاليا عندك الخطه الفيستج من ميزه خطتها ايش يسوي الدمج. فايش مسوي في الدمج يدمج النقاط هذه كلها من المؤهل لين فوق. حتصير كانه المؤهل هذا فوق حيدمج لك ايش كل النقاط هذه توتال النقاط كلها حيجمع لك اياها فوق كنقطه تاهيليه لك. يس جو ذا سكند سلاش. يعني يصير توتال النقاط كم
يصير 10,000 مينز نقطة، هذا كله هتاخذ منها 5%، لأن عندك قلنا الدي بس اللي مؤهل. الشركة تدمج لك هذه كلها وتخلي الدي كأنه فوق هناك، لكن يجمع لك النقاط حقت ليش القادة اللي مو مؤهلين فوق هذا كله، النقاط هذه كلها تتجمع وتكون ايش نقاط لك كلها كمؤهل لك، اللي هي تاخذ منها كلها 5%. شكرا. هنا السفريات، وان شاء الله نتقابل كده كلنا في محل واحد ونتعرف اكثر ان شاء الله في الاماكن دي ان شاء الله. طيب عندك علاوة فيستيج اللي احنا نقول عليه مكافأة القيادة اللي هي عندك 16 قلنا في المية، هنا العلاوة عشان تاخذ من الواحد الالو بي هي علاوة ايش المكافأة القيادة، لازم يكون المدير اللي تكون تحت لازم يكون نقاطه اللي هي توصل الى 5625، هذا مجموعة نقاطه عشان ناخذ منه ايش علاوة ايش مكافأة القيادة. هنا مثلا اوكي انت هنا فوق تحت كده عنده كم 5625، هذا تاخذ منه انت علاوة القيادة مكافأة القيادة اللي هي 16%. Go for a second. أما هنا أنت دحين من A أخذت منه علاوة إيش القيادة اللي هي إيش مكافأة القيادة، لكن من B أنت هنا هتأخذ علاوة قيادة ولا ما هتأخذ من B؟ من B هنا ما هتأخذ علاوة قيادة، لأنه B A هياخذ منه علاوة قيادة. أما أنت هتأخذ من السايد حق A مثلاً الجانب حقه الثاني انت تاخذ منه علاوة قيادة، لكن بي تحت البي ما هتاخذ منه علاوة قيادة، انت هتاخذ بس من A من الجانب حق A فقط. مثلا السايد حقه الثاني تاخذ منه علاوة قيادة، لكن العلاوة حق البي ما تاخذ منه. It's clear. Go for next. مثلا عندك A وبي وسي، دحين بي هياخذ من فين؟ من سي علاوة قيادة. كده انت الاي ما هياخذ من بي علاوة قيادة، بس هياخذ من الجانب حقه الثاني اللي خطه المباشر هذا ما هياخذ منه، لكن ياخذ من ايش الخط الثاني. هنا انت هتاخذ من اي وبي من الخط السايد الثاني علاوة قيادة، لكن بي سي ما هتاخذ منه شيء. سي لانه بي الوحيد اللي هياخذ منه ايش علاوة القيادة. يا يو كان موف. هذا عندك الجولد دايركتور اوكي اللي هي لازم تكون عندك اثنين، والنقاط التاهيل التاهيلي حقك تكون لازم الاثنين مؤهلين، ونقاط التاهيل حقك اللي 1501. السياره عشان نكون اوكي مؤهلين للسياره لازم يكون ثلاثه عندك مدراء، والتاهيليه حقك ايش 1001، ولازم يكونوا مؤهلين لمده 3 شهور عشان تكون مدى الحياه. شكل هذه السيارات اللي توزعت اوكي. يا يو كان موف ماي بروبلم. هنا عشان تكون اوكي يا الدايموند دايركتور اللي هي ايش 5 تحتك، وبعد كده النقطه التاهيليه هي 501، هذا اخر حد اللي حنوصل فيها نجازف فيها عشان نوصل هنا، وبعدها كمان الراحه اللي هي 40، نوصل ل 40 نقطه بعد كده، هذه يسموه منطقه الراحه، ان شاء الله نوصل كلنا ايش في منطقه الراحه. ليتس جو علاوة المنزل، وان شاء الله كلنا يكون عندنا منازل فاخمه ان شاء الله. علاوة المنزل اللي تكون عندك 6 تحتك وكم مؤهلين ل3 شهور، لو تأهلوا ل3 شهور هتكون بعد كده علاوة المنزل مدى الحياه. النخبه means اوكي هنا مكافاه النخبه هذه ايش مكافاه النخبه اللي هي تكون 12 تحتك ويكونوا مدراء مؤهلين. علاوه النخبه يقول لك هذا الماكسيمم حتكون مثلا هذه 20 مليون روبيه اللي معادل بالسعوديه حوالي 100,000 وشويه، هذا 100,000 علاوه النخبه، يعني لو توصل فيها لا تفكر في أداء ولا تفكر في
شيء ثاني وان شاء الله كلنا نوصل ان شاء الله. You can go. حيكمل هو and we will explain together. No problem. Okay, shall I explain this one? Yeah, it's clear. You can go. Yes, okay. So, as per our Vestige in new plan, new Atmanirbhar plan, so this is our assumption that if we do this business with such a level, how much... افتراضي فقط. يقول افتراضي. Yeah. I will tell you, then you can explain in Arabic. You can okay, translate. No problem. So our assumption is everyone doing 100 PV with four joining first month to achieve the fast at 8% and the continuously for each month two joining with 100 PV and it get continuously for every month when it gets duplicates, how much we will be getting within 4 months. This is 120 days plan. That's what we are going to discuss. So within 120 days, how much you will be getting when you join people with 100 PV, four people first month, and every month you are joining two people with 100 PV and your sale PV with 100 PV. So why we are going with 100 PV? Because when you go with 100 PV, we have a consistency offer. So when we go with the consistency offer continuously 4 month, fifth month you will be getting a free product. That is the reason we used to go with the 100 PV. Yes, sir, you can go with this one. Yeah, يقول لك هو هنا حاط إيش افتراضية إنه هو إيش مثلاً أوكي تضم أربع أشخاص وبمئة نقطة أنت هنا حتوصل إيش هو في ليش الستار السريع أوكي وأنت تسوي النسخ هذا للمجموعة الثانية والشهر اللي بعده أنت تجيب اثنين ثاني والاثنين هذا بمئة نقطة أوكي وتمشي على هذا أنت حتوصل ليش أوكي عشرة أوكي just go ahead لثمانية ست لثمانية في المية go ahead okay so the first month you are joining with 100 PV and you join four people in your downline with 100 PV so now your level is 8% that means you are fast at 8% the first month income it is going to be performance bonus in SAR whatever I have written in the red color it is in the multiply with the 28, it is in SAR amount, Saudi Riyal. The yellow color is in Indian currency. Let it be, and the SAR, the first month income is going to be around 95 SAR. Because your performance bonus 28 SAR and the gift voucher for achieving the fast start 8% is going to be 67 SAR. The total income for first month is 95 SAR. Yes, good luck. إذا كان سويت نفس الآلية اللي هي أنت عندك أربع أعضاء 100 نقطة أنت حتوصل لمرحلة 8% يقول لك التوتال البونس حقك حيجي كم 95 وعندك أنت ليش 95 لأن عندك في it's not clear is it clear here sorry 67 Yeah, 67 sir. It's a gift voucher. 76 هذا حيدوك يا حق مشتري إيش هو هدية من إيش من الشركة ما يعادل 76 ريال يعني توتال البونس هتكون كم 95 ريال في أول في الشهر الأول. Right. So if it is get duplicate to the next month, this all four people who are joined to this month and they will be achieving a fast at 8% when it get duplicated. So the four people who join with you the last month, now they are in the 8% level. And again, you are joining another two more people with 100 PV and your sell PV with 100 PV. This is in the second month and your total income is going to be around 84 SAR. This is month two. يقول لك الشهر الثاني انت تسوي نفس النسخه للي تحتك يسوي نفس الاداء اللي انت سويته وانت تضيف اثنين ثاني هنا الشهر الثاني انت حتوصل للمرحله ال 10% وهم اللي تحتك يكون 8% والنقاط مثلا البونص حقك حيكون 84 ريال. Right. Okay, so let's go next slide.
Yeah, go for the next slide. Right. So now, if it is get to duplicate the third month, and the people who join the first month with you, in the four people, they are achieving 10%, and your level is now 11%. You are as the bronze director. So this month, your income is going to be your performance bonus around 180 sir, and your director bonus, business building bonus is equal to 885 sir. The total income is 1,074 sir. This is going to be your third month income when you get duplicate the team. Total income how? 1,074. 17,000? No, no, 1,074. 1,074 sir. Where is this written here? 1,074. Okay, 1,000. Okay, yeah. The total there. Yeah. Okay. يقول لك نفس الاداء في الشهر اوكي الثالث ونفس نفس النسخه تخليها للمجموعه اللي تحت اوكي اوكي تضيف اثنين ثانيين وتسوي نفس النسخه اللي تحت حتكون انت التوتال حقك عندك البونس حقه الاداء 885 اما التوتال اماونت البونس حتكون 1,074 right الشهر الثالث okay shall we go to next slide yeah okay now friends now your level is 11% and you are a bronze director this is third month now as per our assumption if it the team get duplicate to the next month that means the fourth month the four people who is there in the 10% now and they will achieve 11%. They are becoming a bronze director. That means four of your downline become bronze director. So the fourth month, your level will be diamond director position and the four people with the bronze director and you are again two more people with the 10%, again other two more people with 8% and 5%. So now you are a diamond director. Your total bonus is going to be performance bonus is 139 sir. And business building bonus 2,864 sir. Travel fund is going to be 1,380 sir. And total, LOB is going to be around 7,383 sir. And the total income, which is going to be in your fourth month, 11,767 sir. يقول لك إذا كان نفس النسخة وماشيين بنفس الطريقه دبلتوا نفس ماشيين نفس السيستم في الشهر الرابع عندك اربعه حيوصلوا ايش مدراء مينز اوكي برونزين وما تكونوا ايش حتكونوا ايش المدير الفضي او البرونزي حيكون اول مدراء اربعه مدراء تحت اوكي وحتكون انت المنصب حقك حتكون ايش هو الدايموند دايركتور اللي هي ايش مدير تاجي هتكون انت مدير تاجي عندك التوتال طيب هتاخذ انت الترافل فان اللي هو 2864 هذا السفر وعندك ال او بي هو حقه مكافاه القياده وي كان كول ات القياده اللي هي حتكون 1380 وعندك طيب ليتس التوتال بونص Yeah, 11,767. Whatever I have written the right hand side. No, that's 11,767. The bonus, total bonus, will be in the 11,767. Right? Yeah. Mr. Abdurhman, is it okay? Next. Hello. Yeah, I can move. Clear. Yes, yes. Okay. So this is the potential we have in this marketing plan. So focus with the 100 PV, each people and joining with the 100 PV, with the things to get duplicate again to the next month. That means in the fifth month, you will be near crown director position. So for example, the plan which we have written in the 4-month plan, even if it is not happen in the fourth month,
if you are continuously working with each people joining with 100 PV and being with the consistency offer, then if it is not even happen in your fourth month, definitely this will happen in a 1 year. That is what our assumption in this marketing plan. That potential we have. And when it gets to fifth month, your level will be a crown director position. And sixth month, your level will be a universal crown director. And eighth month, you can reach to double crown director. And 10th month, you can reach to double universal crown director if the team get duplicate the same. يقول لك عندك في الشهر الخامس حتكون انت مدير تاجي والشهر السادس حتكون انت مدير تاجي عالمي. Can you continue? Right. So when the things get duplicated in the same way, in the month of 5, you will be getting 4 diamond director under you and 2 bronze director. So your LOB point will be around 6 LOB. And 6th month will be 4 crown directors under you, 2 diamond directors, and you will be getting a 24 LOB. And 7th month, there will be a 4 UCD and 2 crown, 2 diamonds. So on totally 106 LOB. And 8th month, it will be 480 LOB. So if you get calculation approximately, it is nearly more than 73 lakhs. Your LOB bonus itself, and all together, all the bonus, it will be more than 1 crore 50 lakhs is going to be your LOB bonus. It will be a very huge income. So if the things get a duplicate, right? So that's what we are going to say here. Within 4 months, you have the opportunity in this marketing plan to earn 11,767 if the team get duplicate. So even if it is not happening in your fourth month, when things are happening every day regularly, so definitely within a year you can reach this level to earn more than 11,767 Saudi Arabia SAR as your bonus. Is it okay? Yeah, Rahman. Yeah, it's okay. Yeah. قلنا شغلة إذا كان اشتغلت في 4 شهور هتوصل 11,767 اذا ما جات في 11 يمكن تخليها في 4 شهور خليها في ايش؟ في الشهر الرابع. اذا كان انت استمريت في نفس الشغله لو ما وصل في الشهر الرابع حتكون في الشهر الخامس او السادس. لكن الدخل حتكون 11,767 فمشينا على نفس الريتم هذا. والان ننزل على ال 100 نقطه. I sent you ID, okay. Wait. Right. Clear? Yeah. So, yeah, we can continue with this. So we have the... عندنا الفيستي تيم اوكي طيب عندك ايش هو ال consume the product احنا لازم احنا ايش نستخدم المنتجات عشان نعرف نتكلم عنه consume the product لأن انت الشخص لازم يستخدم المنتجات عشان يعرف كيف المنتجات واحنا الشير ان لازم نشارك المنتجات شاركه المنتجات مو ان انا ادي واحد منتجات لا انا دحين اشارك المنتجات مثلا اخذت المنتج المعجون او شيء اروح اتكلم عن المعجون والله مره نفعني بالشيء الفلاني او الزيت مره جيد او الكريم مره الكريم نفعني المنتجات اللي انت تستخدمها او تاخذها شارك معاها ايش اصدقائك whatever والشيء الفلاني مره جيد ويجربها فهنا انت ايش تشارك ايش المنتجات Go ahead, second. طيب اوكي سوي قائمه انت تسوي قائمه لاصحابك او لاخوانك او لاهلك سوي قائمه لهم واتصل عليهم وتواصل معاهم وري لهم المنتجات تروح لهم بالقائمه اتصل عليهم تمشي لهم سوي قائمه عشان تتكلم معاهم على الرغم المنتجات والشركه وريفر سوي قائمه للناس وتكلم معاهم وشاركهم الشيء هذا اللي انت قاعد تسويه Go ahead. واعزم الناس مثلا في عندك 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 اجتماعات اعزم ناس انت تعزمهم ما تعرف مين اللي حيشتغل معاك المهم انت تعزم ناس دعواتك انت للناس هذا حتلقى واحد حيشتغل معاك وحيمشي معاك يمكن يشتغل ويعجب الشغل ويقوم قاعد قوي معاك في الفريق او وشاركهم ايش الفرصه اللي انت عندك انت حاليا دحين احنا في فرصه ما شاء الله احنا في فرصه
شارك الفرصه لغيرك كمان. انت حاول انك ايش تدي فرصه لغيرك، ان الفرصه اللي انت فيها شارك مين غيرك في الفرصه اللي ايش متاح امامك، تشارك غيرك كمان فيها. اوكي، وحاول انك انتوا تشتغلوا ايش ولا ايش الشغله تكون ايش كفريق. الشيء لو نشتغلها كفريق مهما يكون صعب او قوي نقدر نتجاوزه. معاذ يا فولو اب، انك لازم تتبع الماده، نحاول انك ايش تتابع فريقك وتتابع ناسك معاهم، ان انت تتصل عليهم وتسوي لهم برنامج. إن لازم تكون المتابعه لابد منه. في ناس مستحيل هو شغيل بس لكن ما يشتغل الا لما تقول له سوي. فانت عليك لو قائد لازم تتابع ناسك. وذات ات. Yes, Mr. Rahman, thank you. And we can have a question and answer. If people are have any questions, any doubts in the marketing. أي سؤال أول شيء. لو ما في سؤال. When we finish, I'm going to just ask you even questions. No problem. Yeah. Yes. أي سؤال. يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن. مرحبا. شرح كافي وافي ما شاء الله عليك، الله يسعدكم. بس أنا عندي عدة أسئلة إذا تسمح أسألها. أديني الأسئلة بس لو سمحت.